طيب بصي، العيد داخل، والعيد لما بيدخل وبالذات العيد الكبير بيبقى انت عارفه ما فيش تركيز في الاكل، وكتر الاكل برضو بيجيب كسل. يعني احنا هنرجع لموضوع الحلقه بتاعنا، ان احنا بنتكلم او الفقره بتاعتنا ان احنا بنتكلم ايه الاسباب بتاعت الخمول والكسل وقله الطاقه، منها الاكل الكتير. وفي العيد الكبير طبيعي احنا ثقافتنا بناكل كتير جدا، احنا بنفطر كبده نيه، يعني في ناس بتعمل كده بيذبحوا، انا قدامي قرايبي بيعملوا كده، بيذبحوا وبياخدوا الكبده يحطوا عليها ليمون بس كده. والله العظيم ما عارفه ازاي، مش عارفه ازاي دول قرايبي اصلا. ففي ناس كده، وناس تحب تاكل فطار لحمه، يعني مهم بناكل كتير جدا. فازاي الفتره دي تعدي على خير برضو عشان نبقى للناس. انا بحب يعني اعمل مونيتور لكميه الاكل، وبالذات مش هتكلم على اللحوم، بالذات السكر. بالذات السكر لازم احط عند السكر مليون خط. السكر لما بيزيد في الاكل ده بيؤدي برضو لخمول. بيديكي طاقه وقت قصير، وبعدين خلاص بعد كده تبتدي تتعبي، وبعد كده مقاومه الانسولين تعلى، بعد كده نسبه السكر في الدم تعلى. وخلوا بالكم الناس اللي عندها هيستوري سكر من الام والاب والعمام والخلان، ومهم جدا حتى لو انا مش عنديش اعراض السكر اعمل تحليل سكر تراكمي كل 6 شهور. طب ماشي، يعني هقول لك على حاجه، خلينا نحاول برضو ندي بدايل. طبيعه الجسم اوقات الواحد بيبقى قاعد نفسه بتيجي على حاجه. انا لما نفسي تيجي على سكريات اعمل ايه؟ يعني نفسي دلوقتي مثلا تخيلت عايز اكل بلح الشام، اعمل ايه؟ كلي بلح الشام طبعا، بس مش لازم تاكلي 2 كيلو. انا ما بحرمش الناس من يعني ناكل، لا ناكل بس بيبقى بمونيتور، وبناخد الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت الفيتامين بي بيقدر يحول لي السكريات لطاقه. اوكي، ده اللي بيعلي لي التمثيل الغذائي، وفيتامين سي بيحرق لي الاكل. فمهم قوي ان انا مع الاكل اخد حاجات بتقدر تعلي لي الحرق، والسكر ما يتخزنش في الخلايا بكميات يعني كبيره. يعني النسب هي اهم شيء، ان انا ما احرمش نفسي. لا لا، انا باكل، يعني انا لسه واكله امبارح كريم كراميل، واول امبارح واكله رز بلبن. يعني يا لا، انا ما بحرمش الناس من الاكل، كل الناس تاكل اللي هي عايزاه، بس بطريقه يعني بالراحه. والله ده دايت يبقى كويس جدا.